طبعا وجولتنا في صحافة فؤاد نستهلها من جريدة المنتخب المتخصصة التي احتفت بالمنتخب المغربي المحلي في عدد خاص. العنوان الرئيس جاء من كلمتين: نحن الأبطال. المنتخب نقلت أيضا تصريحات لسفيان بوفتيني أحد الاكتشافات خلال هذه الدورة، والذي قال: هذه فرحة العمر. ومن المنتخب نتحول إلى يومية الأحداث المغربية التي كتبت 7 محليين في لائحة ألي لوزيتش. وأضافت الأحداث أن الناخب المغربي ألي لوزيتش قرر منح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين المحليين إثر تألقهم في الشان، على رأسهم ثلاثي الرجاء سفيان الرحيمي، أنس زنيتي وعبد الإله الحافظي، إضافة إلى لاعب الوداد يحيى جبران. وبعيدا عن الشان، توقفت جريدة الصباح مع أخبار الفرق المغربية المشاركة في المسابقات الإفريقية. الصباح تحدثت عن فريق الرجاء البيضاوي ومباراته أمام الاتحاد المنستيري التونسي، وكتبت: الكاف تغير حكم الرجاء والمنستيري فؤاد.